Ya. Çıkı bir ton. Tamam, kim olur mu? Buraya da aynen açtı, burada sokuyor. Fatah gel, fatah ha. Okey. Haşar? Look, the boob is gonna camp it again. Bir kem bebla, tekrar tutam khasiyetek ya vel az. Biz yara bilin kim atak. Khasiyetek, yabda khasiyetek. Yalla. Yavaş yavaş, tamam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على شاشة طبيشة وكلكم بخير، معاكم معتز في الجديد. طبعا حابب اشكركم على الدعم اللي قدموا لنا، مهما شكرناكم فيكم حقكم من لايك سبسكرايب وكومنت، شكرا لكم جميعا حبايبي من كل قلب. طبعا يا حبايبي نشكر كي اتش دي على الانتساب، يعطيك الف الف عافية على الانتساب، ما قصرت يا غالي. طبعا شباب كثيرين طلبوا مني لعبة ليدر فيس الجديدة، زي ما تشوفين على الشاشة، قلتوا لي معتز نزل عنها وقارنها في دي بي دي وش الأفضل. وش أول شيء شباب، من ناحية المقارنة شوف ما في مقارنة أبدا، يعني اللعبة لها 7 سنين، بعيد عن العاطفة شباب راح أتكلم، يعني اللعبة لها 7 سنين تقارنها في لعبة دوبها نازلة، صعب. حتظلم اللعبة الجديدة حق ليدر فيس، حتظلمها ترى، وحتظلم دي بي دي. يعني أنا أشوف دي بي دي كفكرة دي بي دي يعني فكرتها مجنونة يا شباب، 5G كلارات، حتى يعني القوة كل كيلر، وكل كيلر له اسلوب في اللوب، يعني احسها فل عرق. دي بي دي فيها صعوبة مرة لفل عالي. لعبة ليدر فيس اشوفها اكثر فور فن، ممتعة، لانك انت تزبن اغلب الوقت، المفروض انك تكون زابن، تعطي كيرستن تطعن وترجع تختفي وتزبن، ما عندك تلوب وتلوب يعني تضيع وقته، يعني الهدف تضيع وقته كيلر مو اللوب، الهدف الفوز، عرفت؟ يعني مهما لوبت الكيلر في الاخير انهزم، تعتبر مهزوم. عكس دي بي دي لو انت لوبت بالعكس حيقولك ما قصرت، ولو لوبك كان كويس حتى وانهزمت لوبك يغطي عليك، او مستواك داخل الجيم حيغطي عليك، اما هنا لا، فالهدف انك تفوز في اللعبة هذه. فعشان كذا قيامها مرات مو دائما تكون طويلة شوية، خاصة للجدد، لانه عشان تلاقي مثلا الفيوز تحط وتفتح الكهرباء، او تلاقي زي حق تبغى مصير هذا الحمراء عشان تفتح زي الخزان تفتح عشان يفتح الباب، فالامور هذه عرفتوا كيف، فتحتاج وقت وتزبن. فانا اشوفها فور فن ولعبه ممتعه ومسليه، فاشوفها فور فن اكثر منها عرق. وشباب ما فيها يعني ما يمديك تتميز فيها عن الناس، يعني ما يمديك تقول والله هذا لعيب هذا معرق، يعني فيها مستوى واحد الكل يقدر يوصل، يعني ب 15 ساعه لعب 20 ساعه لعب ماكسيمم مديك توصل للمستوى ذا، توصل اعلى ليفل فيها، عرفتوا كيف؟ ما تحتاج الساعات الكثيره زي دي بي دي مثلا. بس حبايبي معلش طولت عليكم بالكلام، عشان طلبتوا من المقارنه فكنا لازم نتكلم عنها. استمتعوا بالفيديو يا حبايبي، نشوفكم على خير ان شاء الله. بيس. اوكي يا شباب نحاول ننزل. اوكي نايس. اوكي شو يتبك؟ اوكي اهم شيء اتباق عيال. يا اللعبه هذه تعتمد على السبنات مره. اوكي هذه الخاصيه حلو. بس قريب يا عيال. اوه الباب مقفل. اوكي هذا الصندوق، هذا خرب، هذا يبغى يسمعوه، ما عنده مشكله. ضرب فيها ساعة قريب. خلينا نبغى النادي ضرب فيها ساعة. منو جاء وبعد؟ قاني. هذا قال خربان. نايس جاء. باق على خفيف يا عيال. طبعا اللعبة انا اشوفها ما هي ترى حقت لوب يا عيال، اكثر من هي حقت يعني انك تزبن وتفوز، لانها 3 كيلات ضد 4، فصعب انك تلوب كيلرين او 3، ممكن كيلر واحد ممكن سهل اذا عندك بابا تدخل معاها او شيء. معالي يفتح الباب يا عيال، هاي سهلة مرة يا عيال. اوكي
نايس. طبعا لازم يسمع صوت الباب يطلع احمر عيال ما تسمعه. انتبه. اوه هذا الشايب عيال. يا الجيم هذا انا ما ابغى احاول افوز، بحاول اني اطعن ليدر فيس، معي سكين، بحاول اني اجي من ظهره اقدر اسوي شيء. ها اوكي يقول لي اجري خلاص يا ابني. عيال ليش ما قدرت تطعن؟ والله ليش؟ والله فقع. في واحد مات. في واحدة ورايا. فين هذي؟ هنا؟ اوه موري يا عيال. مات اثنين ماتوا. لا تشوفني. طبعا الخاصية اللي معايا الاسمر يا شباب يقدر يشوفهم من مسافة معينة بس ما ادري كم المسافة. كذا يجوك بالابيض زي اللي قبل شوي طلع. تقدر فيس جاب. دي سي بقينا اثنين. والله مو دي سي ده، هذا خرج ها؟ كان يتفرج وخرج لأنه هو مات اوريدي. اوه كلهم هنا الثلاثة هنا. يا اللي ليدر فيس سريع والله. شبه هوش لي ده. يا لعبة يبغى لها فيم، يبغى لها دوبي مرة ما أشياء كثيرة ماني عارفها. البوابة هناك. بروح أشوف إيش فيه. فحبة حبة نتعلم. اوكي في طريقة نفتح الباب ذا. نشوف كيف عادي نصبر. ليه ترفع من شهر؟ اجي علي ذا. قاعد يضرب في الزرع ذا الدرفيس ولا ايش؟ روح الجهة الثانية هناك. شافني. شافني درفيس. اتبق له يا كذا. شباب حكثر تباك. ادري ما هي دي في دي بس معلش. اذا خربت هي اصلا. كجا. كيف يطول؟ ليذر فيس. اوكي كلهم شافوني الحين يتجمعوا. الهاك الملكي. الشايب على الكرسي شباب اذا اعطوه دم يطلع اماكن ال يطلع اماكن السرفايفر. بسرعه بسرعه. نويس نو بوكس. هوش له مشيت عليه. زي ما اقول لكم تعطي الشايب على الكرسي دم يطلع اماكن السرفايفر، بس اهم شيء ان احنا ايش؟ ما نتحرك عشان ما يعرفوا اماكننا. بس انا ما دام مختربت بلوط. شوف ضد ليدر فيس لحالي يزي، اذا جو مشكلة. برا. هاي فنجة. بسم الله الرحمن الرحيم. شافني. نبك. خلاص شباب تبكت له زعل. اوكي. ها تسبك؟ اوكي. شباب لو في دخلة ترمي بعيدة ولا حفرة ترميني تحت ولا أي شيء. هذا البنت عيال أقول قوية. لا ثلاثة لا. ثلاثة لا يا غشاش، ثلاثة لا. اصبر بهيم. اصبر بهيم. يدخل ورايا كيف؟ والله ما ادري انه يقدر يدخل ورايا. انا جربت الكلر الشايب ما يدخل. حشرنا حشرنا ثلاثة والله صعب. اوكي هذه هنا.
360 نايس جي 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 يا ساتر والله جي جي يا جي جي ما قصرنا صراحة يا اللعبة هذه لو بس تحفظ الماب وتعرف كيف تفوز من أسهل العاب ممكن صدقوني بس كل مكان يا وجه موجود مو زي دبل بس معلق برجله يا واصل من جنبك لا لا بس سامع صوت يا عيال ما مبهي يقعد عشان يصحى الجراند بوك اهو رسمت على سيل بوكس يا ما تسكين انا يزمي برا يزمي اوكي كويس مع دان الكيلو اوكي انا باخذ مفتاحين من التول بوكس عشان الباب عندي عندي يا ابو العز مو مو مفتاح باخذ مفتاح يا لا لا تعالوا فكيت الباب يا لو صار تعالوا العز انا فتحت باب ثاني ها اوكي نايس بس ما اعرف مكانه والله فين ابو دمره في بابا مفتوحه ترى بوبا طالع بوبا طالع وير از ذا فيوز اي جت فاوند ذا فيوز بس اي فاوند ذا تول بوكس اباوت ذا فيوز يا عيال اخذت الحمراء الحمراء دايره شيء الفالف الفالف اوكي الفالف اوكي هذا اللي تحل اوكي مو هو البيت هذا تحت والله ابو دمره يقول لي تحت الفالف ايوه ما ام جوينج لا يمكن تشبكه تحت بس السكيب حقه من فوق اكيد اكيد ايوه شبكه تحت يقصد الفالف شفت الحمراء ذيك اصلا نزل تحت وين نازلين يركب الفالف مع فالف الاحمر قصدك الفالف اوكي ايوه بس انا وريز الفيوز بوكس سايكو يبين لك يبين لك يا نو 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 اي نيد تو جيت اوت برو ذا بابا دزنت ليت مي جيت اوت ركبتها يا عيال ركبتها خلاص انا ماكم بقي دور يب توقع فتحت ولا ابو دمر قد ايش باقي شوي صح ما ادري مين هرب من البيسمنت مو عندي بوب عندي الفالف عندنا يا اوكي اول جيت ذا جيت ذا وير از ذا بوكس اوكي ذا سيم اوكي يا سيت اي سيت عندي عندي البيت ام جونا بوت ذا فيوز ذا ام جونا بوت ذا فيوز ذا اوكي نزلت بيسمنت انا نوت نو كان بوبا كان وراي اتس امبوسيبل تو فايند ذا فيوز اوكي هذه الفالف كيف بابا وانت برو الفالف ما شغال يا عيال الفالف شغال فتح الباب انفجر الفالف انفجر 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 انا مالي فتح لا 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 طلع 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 والله وين اللي اطلع يا كمان انا ضعيف كمان انا وين شفت ما بقدر انا طيب براي داي 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 برودوس طيب وين بال انت بنا هاي داي تبي يلا يا مال احس كم في بال تمدينا اقول لك انا بقول لك انا بقول لك ما اشوف اوكي ازرق 11 7 7 4 7 4 7 ايوه العيال هذه ايه يا عيال حسابات لازم لازم تحط ارقام نفس المكتوبه عرفت يعني 11 رقمين خليه توصل 11 تخليه توصل 11 بالالوان الموجوده اقول لك اصبر واحضر توصل 11 تخيل فاكينج فريزنج برو واتس اب كم اشتريك ذا جيم فريزنج برو واو خلاص فايز ابو العز من عندي فايز الله يكفيك ذا جيم از كان يموف كان يموف ناو لا نايس والله الله يكفيك يا الله حرام فتحت الاسكيب ابو العز عادي حظك كان تطلع اسكيب حظي يكبر يب جو جولينج ما قصرت ابو العز ما قصرت حبيبي حبيبي والله حرام والله ما تواقي لان بس شايف كيف الفيوز سهل يا ابو العز مره ياب سهل ياب ياب سهل مره وسريع وجنب بعض احنا كان يمدينا من بدايه الجيم نفتح بس كنت ادور في نص المباراه بس معتز على حظه لقى شو اسمه لقى والله ابو العز ذكي والله يستاهل والله على طول يحط رجله فاعل امه يا رجل لقاها بالحظ
لا والله كنت ادور بدمه، انا ترى ما احب الفيوز ولا عمري استخدمته، كل فزت اربع او خمس مرات كلها بالحمرة ذي بدون فيوز. والله رهيبه ترى والله الفيوز اللي اخذتها يا ابو العز، بس عجبني ابو العز شايلها وطالع في الحفره على طول. I thought like 5 perk level 3 hero, level 3 everyone. No. I think it's every character was different. Garbage. Okay, like... Grand Pais is awake in 10 seconds. Yeah. 5 seconds, not even 2. والله وفعت أم اللي عندي 33. كيف خوي كيف وفعته؟ شو اسمه؟ مو في نقاط نجوم لما تلفل الشخصية؟ ايوه غير البنكات مو صح، فيك نجوم عليك نجوم اللي ترفع فيها نقاط على كل ليفل عرفت؟ اوكي عندك ترفع فيها. Is it the red one? Which one? I don't know. I will open one. Okay, bro, okay. Come to come with me. I will open that one. No, the booba is here. You're making booba with you? Yeah, bro, this guy won't leave me. It's fine. I'll juke him. Oh, سايكو لوك فور ذا فيوز اجين. تقفل الجيت. وي دان تقدر كان يو تيل مي وير؟ انا بالباب اللي فوق تقصدون انتم؟ لا لا اللي تحت حق هذا. فايند ذا ريد روم. فايند ذا ريد روم. اي ثينك بوبا از كامبينج ات. حلو. لا جو بيهاند جو تو بوبا جو تو بوبا. جو تو وير يو ار هيرينج بوبا نويزز. اوكي. It's gonna be there somewhere. Something I can use around here. Yeah, it's there. It's where he is. Where is it? تلعب لما يجي واحد دبد وانت جديد تقول صلع جنات لا تطلع من العكس ترى والله المفروض كبدايه الفوز والله مو مهم قد انك تعرف الاماكن. طيب غلط انك تركز على الفوز وانت حافظ شيء. يب الحين احنا ما نعرف نفتح نطلع ولا شيء بس هم يطلعون. فتح الجيت فتحها. اوكي الحشر لوك ذا بوبيز قلنا كامب ات اجين بكم ببله تقدر تطلع بخصيتك يا ابو العز خصيتك يبقى خصيتك يلا يا ماجي وين تروح؟ من اسمه تدور يا ريت مرتب في جنب نبيلتي لو شغل خصيتك يب اقدر صح؟ بوجه صح؟ يب شغل خصيتك نايس جو تو ذا جيت ناو يب خلاص من هنا؟ يب هنا جيب خصيتك يا رجل ما تدمج تقول لي تدمج هولي شيت اي شوت سايكودايز او ماي جود يا وجه خصيتك ما تدمج ايش ذا تخيل ترى لا بس لا لا معاه الشخصيه اللي معاك اي انا ملفلها اللي عندي 1800 يا وجه شوف سكوبهم وات از ذا سكوب برو اي دونت نو ذيس جايز ور اف كي ذا هول جيم لايك اي دونت اندرستاند ابو العز نقاطك يا رجل ايش ذا 2000 فين يا مو عاجبك اللي قبل شيء صار 2000 عديتني